السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ اموركم بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو ديال اليوم ولقاكم بصحه جيده. ترحب بكم معايا من جديد في القناه. كنرحب بالناس اللي اول مره كيشوفوا القناه بالصدفه، تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. الى عجبكم المحتوى بطبيعه الحال ما تنساوش الانضمام للعائله ديالنا وفعلوا زر الجرس هكذا باش يبقى يوصلكم دائما كل جديد. اليوم مع فيديو جديد غادي نشارك معكم وصفه رائعه رائعه البنات في تطويل الشعر، وصفه معجزه بدون غسل ولا زيوت، رشه فقط تطول الشعر، تتملا الفراغات، تتقوي لك البصيلات ديال الشعر، كتوقف التساقط، تعطيك الكثافه للشعر ديالك، وكتطول الشعر بواحد السرعه بواحد السرعه البنات خياليه. هذه الوصفه كتطول الشعر، وغادي تعرفوا علاش كتطول الشعر، لان فيها واحد المكونات اللي صراحه مكونات فيها كل الفوائد اللي كيحتاجها الشعر، كل الفوائد اللي كتخلي الشعر يطوال يعني بواحد السرعه، وتوقف على التساقط والزغبه، كتوقف على الصح، كتستعاد القوه ديالها، والبصيلات كتحفز على النمو، وكت يعني كتعاود يعني البصيله كتعاود تقوى وتقبض في الصح. المهم هذه الوصفه اللي غادي نشارك معكم سهله، يعني بدون مكونات كثيره، يعني ثلاث مكونات فقط. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله جميع المكونات، لكن قبل حبايبي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، ما تنسونيش من التعليقات ديالكم، خليوا لي في التعليقات كيف جاتكم الوصفه. وغادي نبداو على بركه الله. عندنا اول مكون هنا هو الزعتر. كيف ما كتعرفوا ان الزعتر مفيد بزاف للفروه ديال الراس، فهو كيحفز البصيلات ديال الشعر على النمو، تيطول الشعر، كيوقف التساقط، تنظف لنا الفروه ديال الراس من الميكروبات من البكتيريا. الزعتر مفيد بزاف، خصوصا يعني هاد المرقوعه ديال الزعتر مفيد، بحثوا عليه في جوجل باش هكا يعني تعرفوا طلعوا على الفوائد ديالو، لانها فوائد عديده وكثيره بزاف. بالنسبه للزعتر كتاخذوا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزعتر كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وعندي ثاني مكون هنايا في الوصفه هو البذور ديال الخروع. بذور الخروع من اقوى الوصفات، او من اقوى المكونات اللي كتطول لنا الشعر ديالنا، من اقوى المكونات اللي كتحبس التساقط وكتطول الشعر يعني بواحد السرعه، كيبان لك يعني الشعر ديالك بدا كيطوال، كيبان لك بدا يعني كيستعد القوه ديالو والكثافه ديالو، والشعر كيبدا يطوال يعني بواحد السرعه. غادي نستعملوا هنايا يعني في واحد كتستعملوا المهراز اولا تستعملوا يعني الطحانه اللي متوفر لكم، غادي تستعملوه اللي جاكم سهل. بالنسبه لهذا البذور ديال الخروع دغيا كتدق، يعني دغيا كتطحن او دغيا كتدق يعني بكل سهوله، هي ماشي قاصحه، هي الداخل ديالها بحال زيت الكوكو جامد كيف ما كتشوفوا معايا. فانا هنا دقيتها صافي، غادي نستعملوا هنايا تقريبا ملعقه كبيره ديال البذور الخروع. ممكن تستعملوا الكميه اللي بغيتوا، تستعملوا حتى جوج معالق كبار او ثلاثه المعالق كبار. مزيان صافي، هذيك الكميه دقيتها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. هذا البذور ديال الخروع غنيه بالزيوت، يعني فيها واحد الكميه كبيره من الزيت. غادي ان شاء الله ديروا هاد الوصفه وغادي تعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. صافي دابا غادي نضيفوا المكون الثالث اللي عندي هنايا في الوصفه، هو اليزير كيف ما كنسميوه بالدارجه المغربيه، او اكليل الجبل او الروزماري. بالنسبه لليزير حتى هو كيقوي الزغبه، كيقوي البصيلات ديال الشعر، تيحد من تساقط الشعر، عنده بزاف ديال الفوائد اللي عديده، ممكن تبحثوا عليه في جوجل تشوفوا الفوائد ديالو بالنسبه للشعر، فهي فوائد كثيره وكثيره. فهو كيخلي الشعر انه كيطوال بسرعه وتيتقوى، ما كتبقاش الزغبه رقيقه، ما كتبقاش الزغبه ضعيفه، يعني الزغبه كتقبض في الصح وكتولي قويه، الزغبه كتولي قويه والشعر كيستافد الكثافه ديالو. بالنسبه لليزير او اكليل الجبل كنديروا تقريبا واحد الملعقه كبيره حتى لجوج، وكيبقى على حسب الكميه اللي غديروا تاع الماء. المهم بالنسبه لهاد المكونات غادي نديروهم في واحد الكاسرونه ونضيفوا ليهم تقريبا نصف لتر من الماء كيف ما كتشوفوا معايا. صافي، وغنديروهم تيغلاو فوق النار. ممكن هاد المكونات هادو تخويو عليهم الماء غليان، ديروا مثلا في الليل ديروا لهم الماء غليان، تخويو عليهم الماء غليان وتغطيوهم، تخليهم حتى لغدا ليه كيطلقوهم، طلقوا الفوائد ديالهم. يعني الطريقه اللي جاتكم سهله غادي نديروها. هنا انا وضعت هاد المكونات على النار حتى يعني غلاو وطلقوا لي دوك
الفوائد ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا ان الماء اللون ديالو تبدل. خليتهم حتى بردو، دابا غادي نصفيهم هكا، ناخد غير داك الماء ديالهم او الماء اللي طلقوا فيه دوك الفوائد ديالهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي دابا غادي صافي هادشي غنحيدو، غناخدو الماء ديال هاد المكونات هادو. فهما خلاص طلقوا فيه الفوائد كامله، يعني ولا هاد الماء غني بالعديد من الفوائد اللي مفيده بزاف للشعر. صافي هاد الماء غادي ناخدو واحد البخاخ. البخاخ من احسن كيف ما كنقول لكم دائما في الوصفات، لانه تيخلي ان الشعر كيستافد لينا من داك الماء وكيستافد لينا من دوك الفوائد، والبخاخ كيوصل داك الماء بسرعه، كيتغلغل في البصيلات ديال الشعر، يعني الماء ما كيبقاش غير من الفوق، لكن ملي كترشو هاد البخاخ كيوصل الماء بواحد السرعه كتوصل، يعني كيتغلغل لينا في الفروه ديال الراس ديالنا. بالنسبه ان يعني البخاخ الا ما كانش متوفر ليكم، راه موجود يعني عند المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال مستلزمات المطبخ. فهو يعني صراحه زوين، يعني احسن ما ديروا الوصفه غير بيديكم هكا تشقوا بها شعركم. بالنسبه لكيفيه استعمال هذه الوصفه، تترشوها على الفروه ديال الراس وكديروا واحد التدليك او واحد المساج لمده 3 دقائق حتى كتحسوا بان الدوره الدمويه تحركت لكم في الراس ديالكم، وكترشوه حتى على شعركم كتخليوه حتى ينشف. هذه العمليه كديروها 2 مرات في النهار، ثلاث ثلاثه المرات، وكتداوموا عليها يومين حتى 3 ايام وكتغسلوا الشعر ديالكم. بالنسبه لهاد البخاخ كتحتفظوا به في الثلاجه، كيبقى صالح للاستعمال لمده اسبوع، يعني هاد الماء كيبقى لمده اسبوع. بالنسبه لهاد البخاخ غادي ديروا به واحد 3 ايام هكا، راه صافي غادي يكمل، وتغسلوا شعركم وتعاودوا تستعملوا هاد الوصفه لمده يعني واحد اسبوعين 3 اسابيع، غيبان لكم ان شعركم تغير بزاف، ما كيبقاش يتساقط، الزغبه كتولي قويه، الشعر كيستعد واحد الكثافه وكيطوال. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الوصفه، لان فعلا من اقوى الوصفات اللي مفيده بزاف للشعر، خصوصا لمشاكل الصلع ومشاكل تساقط الشعر اللي كيكون بواحد الكثره، خصوصا في هذا الفصل ديال الشتاء، وخصوصا في الفصل ديال الصيف، فهادو جوج فصول كيتساقط فيهم الشعر بزاف. لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو. لا بغيتو تسولوني على شي حاجه، خليوا لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم عليها، وشكرا لكم على المتابعه. حاجه اخرى نسيتها، ما تنسوش تدوزوا عندي المنتدى، بقاو تصوتوا ليا على الوصفات اللي تبغيو، لانني كنشارك معاكم تما بزاف ديال الاقتراحات على الوصفات اللي تبغوني نشاركها معاكم. الوصفه اللي عليها اكبر عدد من لي فوت او من التصويت هي اللي كنشاركها معاكم الاولى، كنبدا بيها، وان شاء الله نشارك معاكم جميع الوصفات اللي نتوما باغين. فما تنسوش تصوتوا ليا على اي وصفه عجباتكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. غادي نتلاقاو مع وصفه جديده عما قريب مع فيديو جديد. شكرا لكم على المتابعة، وفي أمان الله.